دار القوانين كاين الفوضى. دابا غير نجلس جينا نهضرو في فرنسا ودوك المراكز الصحيه ديال الجامعات واش كاين شي تنسيق بيناتهم؟ ما كاين باش نعرف. دابا اليوم ان شاء الله غادي هادي 15 يوم باش كان عندي اصحاب اسواق الجمله الخضراء المغرب كله جاو لي وغادي يجتمعوا هنا نهار 23 فرنسا حتى هما لا حول ولا قوه الا بالله. شنو نكونوا صراحه معاك حتى هذه لا حول ولا قوه الا بالله حتى ديالكم حيت الحاجه اللي ما عندهاش واحد القانون كاين الدماء معناها السيبه معناها الفوضى. انا ما مسؤولش على هذا الشيء ياك وانتم مسؤولين على هذا الشيء اكثر قلنا خصكم توقفوا ماشي معقول نخليو بلادنا في هذه الحاله ماشي انا راه الاخوان ديال ان شاء الله ديال اسميتو اسواق الجمله بالخضر غادي راه مشينا لوزاره التجاره ديتهم من عندي هنا المكتب ديالهم بالحق فعقلهم غيجتمع المغرب كله 23 فرشه مشي الوزاره على اساس نغيروا نبداو في القوانين حتى انتم غادي معكم حق فهمتي اذا ما كانش القوانين منظمه انا كنهضر المرشي ديال الخضر والفواكه ديال البرشي دبرو 1900 القانون ديالهم ديال 1962 وانا حتى الناس ما كتقولش كيفاش وباقي استعمار داك القانون كاين باش غادي دابا هما هذوك الاسواق الله عرف القانون ديالكم ما عرفتش شحال هذا كيدلل هذا كيدلل كيقول بان ما حنا ما خدامينش اننا مهني بحالكم انا هذه تجي بحالكم خصنا نضمو بلادنا ونضمو القوانين ديالنا بالفيدراليات وبالجمعيات انا مستعد شي واحد اذا قال بان ما هضر مع شي وزير وما كاين والو هذا هو انا مهني بحالكم جيتو عندي مرحبا بكم جيتو غرفه الرباط من جهه الرباط وانا نخدم مع الفيدرالية ديالكم وخصكم تشكرهم على هاد الصبر ما سهلش تسيير المغرب كونوا صراحة ما تسي ما غير دعمهم راه ان شاء الله يكون فيهم الخير وفيهم الغيرة يمس منهم الغيرة على القطاع وحنا ان شاء الله غادي نبداو باش نكونوا دخلوا في العمل النيشان حنا غادي ندير معاهم اللقاء ان شاء الله في الاسبوع الجاي ونترتبوا كيفاش غنخدموا انا راه غنقي غادي يعني اللي خصو يندموا هاد القطاع غنبداو من التجارة والفلاحة باش نهيكلو اما هادو ديال النياش وهادو ديال الاخوان ديال الصحيه بلا صحيه هذا كلام خصو يتغير حتى هو يتجمعوا كلهم خصنا نلقاو شي حل خص الحكومه تلقى ماشي حنا خص اللي كيراقب الصحه خص يكون جهاز واحد وجهاز كيفوكسيون كيخدم كيحرك ما كاين والو حنا غاديين غير الفوضيه الفوضى والناس ساكته ولكن ملي بدينا كنتحركوا منهم يستجيبوا معنا دابا قضية الصحة غنحاولوا نناقشوا الإخوان ديال الرباط وجهة ديال الرباط غنتذكر معاهم غنمشيو نشوفوا الوالي ونشوفوا العمال نبداو بعدا نتحركوا ما نقصوش لأن أنا ما عنديش الجهة الأخرى عندي جهة الرباط ولكن القوانين غنخدم مع الفدرة ديالكم نخدموا باش يمكننا نبداو مراحل مراحل التنظيمية قوي فرحة القانون كاين إن هاد المسائل ديال الخبز كيما قلت واحد الأخ قبيلة قلت فعلا هذاك عنده الخبز كيسد كيلو الصاع كيدير داك الخلاء كيدير داك الشيء وكيبيع خدام وغير معقول ما يكونش منضبط ما يكونش تابع للقوانين ما كيخلصش ضرائب ما كيخلصش تاكس ما كيخلصش هذا غير معقول غير معقول وكما قلت انا عمر باش تشمو الفران لاباس عليها انا ما نكذبش عليها عمر تشمو الفران دار شي فيلا من الفران ودار شي مشاريع من الفران عنده مسكين دائما داخل الخبز دار الخبز ترى انا عارف هذا الشيء 40 عام هذا كان 40 عام معناه خاصنا انا مستعد ماشي غير في القطاع ديالهم انا عندي باغي نغير العقليه الاقتصاديه في بلادنا اذا كان إلا بينو بيك إلا ما تنظمنا حنا دولة كنقول غادي تفارق منهم واش ممتلك من المونتا مع القانون ديال 1962 ما غادي معناه حنا عاونوا الفكرة ديالكم وزيدوا دعموها بالمسؤولين وعندكم الإخوان خبراء تبارك الله كيتكلموا على الاستاتيستيك ديال الخبز واش خاص وكاين آخر يتكلم على تحرير الخبز وعلاش ما يتحرص الخبز هذيك اللي رخيصة ديروا رخيصة بوحديتها
والباقي نحرم يمشي باش ما وعلاش كنمشي ما البور كتشري ب 7 درهم ولا 5 ايوا نتوما كترجعوا عندكم ديروا درهم ولا 20 ايوا 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 خسرها كارثه ها ما عندنا ندير الحق راه كاين بعض المشاكل كنتعرفوش شوف هذه شوف كاين واحد الحاجه للدوله امن الدوله سميتو امن الدوله ولكن كاين خمسه اخرين اللي لوكس زوق زوق وبيع ماشي مشكل انا تنتوما هذاك اللي كيتباع هو ينسى والباقي زوق زوق كيف ما كيقولوا لا دابا دابا اسمع دابا سمعتكم وراه ان شاء الله البيت ديالكم راه ولا عندي كشخص وكمهني بحالكم رانا ما كنتابين تحت فهمتيني كمهني رجل رئيس الغربة ما يمكن الحكومة انا كنتابين واحد الحزب قلت منه في الحكومة غادي نستغلوا ان شاء الله في هذه المراحل هذه غنخدموا في هذه المراحل ان شاء الله ولكن كنتمنى ان شاء الله تدعموا هذه الفكره ديالكم الله يجزيكم بخير ولا ما عندي ما يتسالكم جيتوا بكذا عارفكم ضروري انا عارف جابكم غير الدار ولكن حتى حنا داك الدار كنحسوا به وغادي نكون معاهم ان شاء الله وانا مستعد الاسبوع الجاي ان شاء الله ندير اللقاء ياك باش نبداو العمل وبدات الاخوان بدات ترسل الاخوان ديالك اش بنو دابا شنو غنديروا شكرا